الله يحييك. سلطان انت دخلت انت برامج واقعي، دخلت انت موهبة الشعر، هل الشعر يخدم من السابق في البرنامج ولا ما يخدم؟ البرنامج يخدمه في امور واجد، لكن في الشعر ما هو بخادم. الرجال اللي عنده موهبه عنده شعر من غير قصور من جمهور الواقع، لكنها نشوف ان الشعر يحتاج له جمهور واعي، جمهور يفهم في الشعر. اما الفائده في الواقع ما هي بشوي، والله ما هي بشوي، لكن من ناحيه الشعر لا والله انا اشوف انه يتوجه الرجال اللي عنده موهبه وعنده قصيده درب توجه برامج الشعريه، وهي قد هي موجوده هنا في برامج الواقع، قد هي موجوده في قناه الواقع خصوصا في شاعر القلطه حاليا، في شاعر القمه فات، لكن برنامج اليته واقعيه ما يخدم الشاعر. عندي كم سؤال كذا. سلمت. الاول ايش معناتك من تقول برامج حقين الواقع منبوعي؟ هذه اسقاط على جمهور واعي في الشعر. تكلم من ناحيه الشعر. اللي في الشعر منبوعي. في الشعر ما هو منهم، لكن ما هم بجمهور شعرهم. طيب سلطان الوهبي وين هو قدام يدخل برامج واقعيه؟ قدام يدخل برامج واقعيه؟ نعم. ما هو في شيء. ما هو بيعمل اعلام. بس دروا عن الناس ما دروا. دروا عني شخصيا، لكن عن قصيدي ما دروا. طيب اخدمك البرنامج الواقعي؟ خدم لا في شعري ما خدم. ما خدمك في الشعر؟ في الشعر ما خدمني، خدمني في امور ثانيه، لكن في الشعر ما خدمني. طيب هل يعني الشاعر مثلا نقول الشاعر اللي عنده موهبه شعر ما يدخل بها في البرامج الواقعيه؟ يتركه مثل ما قلت لك اليه برامج الواقعيه ما تناسب الشاعر. توقع لا تناسبه شخصيه ولا تناسب موهبته قصيده. لماذا؟ شخصيه الشاعر اصلا ما تناسب مع البرامج الواقعيه. لو حاول انه يتصنع وحاول انه يعيش واقعيته شخصيه الشاعر شخصيه الشاعر ما تناسب مع البرامج الواقعيه، والموهبه كذلك. ما يعني توجه نصيحه منا لكل شاعر انه ما يدخل برامج واقعيه. الشاعر اللي بيبرز موهبته يبين موهبته ويركز على هدفه ابراز موهبته، يدور له برنامج شعري يبرز في موهبته. طيب عندي واقعي موهبه يعني انت ودي انك تقول الشعر القوي قوي جدا، الشعر اللي واثق من شعره لا يدخل برامج واقعيه، والشعر اللي يحط البيت على البيت سلك للبرامج دي. البرامج الشعريه البرامج الواقعيه مو بلازم الشعر الحالة. نعم شعر ومعه يعني. حتى لو ما هو شاعر لو ما عنده موهبه ما هو بلازم، اهم شيء انه يعيش الرياليتي ويعيش الجو ويعطي. طيب تحسفت على مشاركتك؟ لا ان شاء الله ما تحسفت، انا اقول لك استفدت من جوانب، لكن احنا من ناحيه الشعر ما استفدت، لكن من جوانب اخرى لا ان شاء الله اني استفدت وعينت. طيب فادك شعر الرايه؟ بالله فادني. فادك في الشعر ولا فادك جماهيريه؟ جماهيريه في الشعر، انا دخلته مقصدي منها جماهير شعر. الحمد لله ترى اني انصفك شعر الرايه؟ انصفني بالجمهور ولا انصفني ب لا انصفك كشعر، انصفك على من كل الجهات. انا طلعت وين انصفني؟ ها؟ لا قصدي انصفك يعني انك ظهرت انت بشعر طيب، تابعوك جمهور واعي. اقول لك شعري كلامك جمهور شعري استفدت من شعر الرايه. استفدت شعريا؟ شعريا استفدت خبره اول حاجه، ثاني شيء جمهور شعر فعلا. نعلمك شعر جمهور شعر فعلا. مرحبا وسهلا. الله يطول عمرك. طيب طبعاً تعطينا قصيدة من قصائدك الطيبة. بشر بالخير، ما جينا هنا إلا لأجل نعطيكم منها. الله عطانا. أقول سنة الذي ذري خروج تجر وفاق، مع أن المياه هي وعدودها ورهة، لها حدود 7 شهور ترذع بخف وساق، مسمينها ولهة وهي ما هي ولهة، حذفت برشاها وسط جب غزير أعماق، ولا شفت عمري غير في مسرح الشبهة. حذفت برشاها وسط جب غزير أعماق، ولا شفت عمري غير في مسرح الشبحة. تمحصني الحاجة ومتع على الأذواق، على رحلة كانت بداياتها نزهة، يا أبو وجنة كان في طرفها وهج براق، متى كانت ترد المعاريف بالسفهة. ترانا انت حاشا بس لو نكثر البراق، لقينا ورعوج الحنايا ميت شرها، حطيتك من إخلاص المحبة ثمان أعذاق، لأجل حبنا يبقى على خطر النزهة. وثر من يبي يستر على جاحد الأشواق، مثل من يبي يستر على ضربة الجبهة. عطيتك من إخلاص المحبة ثمان أعذاق، لأجل حبنا يبقى على خطر النزهة.
وثر من يبي يستر على جاحد الأشواق مثل من يبي يستر على ضربة الجبهة حسب المبالة بالغلغاية العشاق وثرها السبيل اللي لغاياها ولا وجهه ليزاد سقي الري على غاصنة الأوراق جف العرق وذبل كل غصن على وجهه. سلامة صحة البنك الله يطول عمرك يا سلطان. مثل ما عرفناك يومك السابق ويومك معدكم السابق ما عليك زود يا ابو دويح شلون اجي لهم بعدك. قبل شوي ارسل لي رجال رساله يقول بلغها سلطان سلمت اللي هو اللي بخيت الابدان الله يسلمك يا ما هو سلم عليه بس قال سلم عليه احب اخشمه. الله يطول عمره ابو بخيت والله لا يهينه. يا مرحبا بكم اسرى صح الله لسانك واعتل شانك. الله يصح بدنك. فايز يا مرحبا انت بعد من المشاركين في شعر الرايه. الله الله البرامج اللي مثل اللي تخدم الشعر صحيح. وش استفدت انت من شعر الرايه؟ استفدت جماهيريه اكثر تبرهن تعلمت شيء تبرهن نجاحك مجرد اختيارك بعد 30 انت تبرهن كثير واللي يسمع شعرك قبل انك يعني عندك شيء تراهن عليه. والشباب الثلاثين الله يمسيهم بالخير جميعا كلهم مبدعين وفارقين قبل البرنامج لكن البرنامج أنصافهم قدام الناس. أنت تعديت مرحلة 30 ولا بس 30؟ 30. طيب يعني حالك على التصويت ولا إيش؟ حنت قاعد. إيه حنت على التصويت وما الله كتب. ما عندك فلوس؟ لا معي. خير واجب. يا مرحبا يا فايز. الله يبقيك. فايز والله يعلم الله انا اشوف للامانه الشعراء واجد في الساحه وصعب انك تقول كل شاعر يعرفه. انا صراحه مناحي الاسلمي امسي عليه من هذا الله يمسيه خير ابو احمد صديق. ابو احمد هو اللي قال لي ترى الشاعر ذا بتعين عنده من الابداع ما الله به عليم. وسمعت مقاطعك وعز الله انك شاعر. الله يبيض وجهك ووجهه ويجزاه خير ويجعله في موازين حسناته. وترى بعض الاسئله اللي عادها وان جاك سؤال منه لا تراه من ناحية الأسلمي من ناحية مقبول وأنت مقبول يا بطيء لكن نبغاك تسمعنا شيء فارق. أبشر فارق والله تحرجت أنا بعد سلطان والله كلكم مبدعين يغلو أختاركم ما شاء الله. يقول أسئلتي اللي تعاظم مع حلول الظلام يحلها اللي يحل الأمر ويتممه والله أني بخير وعامي يا خير عام لو ما صباحات قبل البارحة معتمه ما ضقت من ضيقة يديني علي الحرام غير الله الحي ماني طامع بكرمه اللي بصدري لو انه يا محمد يسام في ذمتي غير اجي واقول تكفى سمه تقول وش فيك واجاوب على ما يرام اقصى صراخ الالم للمستحي تمتمه يا محمد وغير هذه ما حليت المنام اطنش الجرح واسال ليه من سممه من غربلتنا الليالي بالامور الاجسام والنوم ما نطعمه والعلم ما نطعمه اللي من اول بني عمه ترد الجهام اليوم والله ما يقدر يرد انسمه لا تحدنا للكلام اللي عليها الكلام يا كم شجاع هزمه اللي ما هو يهزمه نضيق لا صارت الحاجات عند الكرام وشلون لو صارت الحاجات عند الخلاص. يوجر يوجر الله يصحك الله يصحك شانك ويعلي شانك الله يرحمه ما بيك حيله يا فايز الله يرفع قدرك. ودنا صراحه الليله على زين ذا قصيد ودنا يعطونا ساعتين ولا ثلاث ساعات. الله يرحم والديك الله يطول عمرك. سالم ربي. الله يحييك يا سالم. سالم ما شاء الله الناس تعرفوا على سالم ما شاء الله كصوت وزين صوت لكن توقع انك ما صفصنت روحك ولا ما صفك الجمهور من ناحيه الشعر. انا سمعت القصيد طيب ما شاء الله. اللهم صل وسلم. لا اله الا الله. انا احب سلطان الوهبي لكني اختلف معه في كلامه اللي قال في من ناحيه الشعر والبرامج الواقعيه. من حق وجهه نظرك الشاعر الجزل وسلطان جزل ما فيها كلام وانا اتعلم منه وانا يمكن اقل واحد هنا شعري. الشاعر الشاعر لو انه عند ابله وصل وقصيده طيب وصل لو انه في بيته وقصيده طيب وصل. صدق ابن جدلان الله يرحمه في اول عمره للاعلام ما خدمه لكن تالي فرض نفسه على الاعلام صار مدرسة شعرية على مستوى العالم كله مو على مستوى الخليج أو على مستوى العربي. كلامك صحيح. فالشاعر سواء في برنامج واقعي سواء عند ابله سواء في المستشفى تعبان سواء في بيتهم سواء في أي مكان بيوصل. الجزالة تفرض نفسها في أي مجال الإبداع يفرض نفسه في برنامج واقعي أو غيره. هذه النقطة اللي أختلف فيها. أنا يمكن أجي بينكم في النص. ليه؟ هو يمكن قصده على حاجة معينة مثلا إذا صرت في بيئة غير محبة للشعر
أو مهمشة للشعر أنت نفسك يمكن تحبط، يمكن تقول قصيدة واحد يضحك، يمكن تقول قصيدة واحد يقول لك اسكت صجيتنا، يمكن تقول قصيدة يقول لك الجمهور يا أخي صجنا بقصيدة هم حق قصيد. فهذا يمكن الكلام اللي يعني يهبط الشاعر شوي يخليه حتى يهتز الثقة في نفسه، ولا بالعكس المبدع من الموقت أنت يطلع في كل مكان. وأحيانا قدك برا يمكن ما تعينك ما تقول قصيدك إلا على مد ذوقه ويطلع قصيدك. على كل حال كل وجهة نظره هو اللي يوصلك، اللي يوصلك للمتذوق بيوصلك للشاعر، واللي بيوصلك للمتذوق اللي ما يعرف الإبداع بيوصلك للمتذوق اللي إبداع اللي ذائقته عالي. فهي نسبة وتناسب ويرجع على إبداع الشاعر نفسه. وفعلا يعني ترى إذا رجعنا للصحيح ترى المبدع في كل مجال لازم يحصل صف مرة يوم ولا طال يحصل صف. طيب نبغاك تسمعنا. أنا بسمعكم هذه جديدة والله. سمعنا من الجديد ولا من القديم؟ أنت ما شاء الله جديدة. حتى البيت اللي قبل سمعت عز الله أن يشد الانتباه اللي تقول إيش أبغيت صيدها أبغيت أصيدها وشفت مصيد هذه أكي. القصيدة جاء فيها لغط لكن تقدر تعيدها علينا قدام كان ما سمعنا كل هذه ولا بتعطينا غيرها؟ بعطيكم غيرها. طيب. بعطيكم الجديد بنت غانم دار فصح. طيب. إن شاء الله وخذ راحتك. يقول يا وجيه الخير دام الليل بادي ودي أقعد لي سنة ما أسمع بنادي. يا وجيه الخير دام الليل بادي ودي أقعد لي سنة ما أسمع منادي بس ريح من الحياة ومن غثاها لا متى وأنا على صهوة جوادي ما خذيت من الحياة إلا أعبرها ولا صفيت إلا بجدي واجتهادي الحياة بكبرها لو هي طماعة ما درفت الدمعة اللي في مهادي خاطري متكدر ولا هو بطيب جعل يسقى يوم طير الحب شادي يتركوني في متاهات المحبة أنا مؤمن في شعوري واعتقادي كل شيء يموت غير الحب الأول في الأصول وفي السلوم وفي المبادئ ما نسيتك والله أني ما نسيتك يولا أحبك تبناها فوادي إيه أحبك وتباها يوم أحبك كيف أهدك للزمن وانتي عتادي ليل ما جادت نسانيسه بطيفك لا يسريني ولا يذبح إسهادي ما بخلت بقطرتي وانتي محيلة أنا همرت وعاش غصن وسال وادي زبنيني محاذيف الجفية ما معي صبرا مثل صبر المهادي لو تقبلت الجفية والقطيعة ما بعد تقبلي غير ابتعادي يا غريبة ما توقعتك غريبة لين شفتك غربتي وانتي بلادي خافي الله في حبيب يوم حبك ما يعرف من الكلام إلا تهادي وسط قلب خالقه ربي عشانك يا ملاذي في الحياة ويا ودادي لا تخليني على جمر انتظارك يول أول من يحب ومن يعادي ما جبرت إلا مشاعرك الرقيقة ولا كسرت إلا تعناتت عنادي ولا خشيت إلا ملامحك البريئة ولا قويت إلا على حب التمادي ولا كسبت إلا لياليك المليحة ولا خسرت إلا من عيونك وعادي. يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله لا خسرت إلا من عيونك وعادي عز الله الليلة معكم هم خاسرين ما شاء الله يعني وحدة مبدعين كلكم الله يوفقكم والله يصح لسانك والله أنه بدأ سلطان قلت عزتي اللي بيجي ورا سلطان وبدا ما شاء الله مجاور فايز ما شاء الله فريق اطيب وجيه انت كلكم اطيب من الثاني ما شاء الله الطيب يزيد الطيب والجازل يزيد الجازل وكلكم مبدعين وكل انسان ما شاء الله ابداعه بطريقه ثانيه. مرحبا يا سياف. يا مرحبا يا ابو الله يحييك الله يبقيك. الربعه الليله كلهم ابدعوا في القصيد انت عندك مجال الصوت ان ابدعت انت ولا خلنا احد من المسابقين يضحك. هذا شو بيساعد فيهم الخير وبركه كلهم. انا اقلهم لي. شوف ضبط صوتك ولا جرت معك دوتو. ها جرى من الحين. علشان يغدي صوتك غدي من صوتي وتحس انك مبدع. ابدا من الحين جرى يا ابو ديه. عطنا صوت طال عمرك. هلا خش. عطنا صوت عقب بنسولف معك. عطنا صوت الاول. علشان يختم الابداع على طول. يا وليفي دمعكم في غيابي رد لي وذر دمعتك يخوف على يوم غضايا أنت ممرضني وعارف المرض فيكم وفي والهبوب الباردة منك هبت في حشاي سلامتكم.
صح الله لسانك. سياف انت ما شاء الله قدمت على البزنس هذا وانقبلت ولا انقبلت؟ ما في فلوس. وقدمت على المراجل وانت مقبول في المراجل غير ما انقبلت؟ برضه ما في فلوس. وش ودك؟ ودك تنقبل في البزنس هذا ولا ودك انك منقبل في المراجل؟ والله ودنا ان شاء الله ان مقبولين عند الله وخلق. يا وجه الله طلعت منها. اي والله. طيب وش تعني لك الشارة شارة البزنس؟ أقول وش تعني لك شارة البزنس؟ تستمتع إذا سمعتها ولا مثل بعض الناس ما لك؟ لا أنا استمتع. مستمتع في. استمتع. طيب تحس إنك تغلبت أنت على اليابسي و. أتعلم منهم أنا. أتعلم منهم. لا أنت تعلمت منهم سالبك السير لازم إنك تقول إني أفضل منهم. لا والله إني أتعلم منهم وإن شاء الله إني أجي أفضل منهم. الله يوفقك. سامحين لك كلنا. لو انقبلت أنت في البزنس. توقع انك تغطي على نجوم البزنس ثلاثة؟ نجم الجمهور ان شاء الله. حتى اي برنامج حتى البرنامج الجاي ان شاء الله. حتى ركان السهلي؟ حتى ركان السهل ونعم فيه لكن منافسه شريفه. ما فيك حيله. ولو دخلت مع المراجل توقع انك تحطهم دبس في شاربك؟ كلهم والله ونعم لكن منافسه شريفه وان شاء الله اني باخذ نجم الجمهور. الله يوفقك سياف. اياك ان شاء الله. مرحبا يا سلطان. الله يبقيك يا سلطان. ما بعد سمعنا من قصيدك. ودنا انك تسمعنا ابشر بخير شنو الجديد ولا وكانك بتعطينا بعد قصيدتك في مشاركه شعر الرايه ترى ودنا ثمن القصيد طلبت ابشر بالخير قصيدتي يا طويل العمر في شعر الرايه قلت طر سترت دجنه الليل وغلب ديوره خيط نور تقرن الحجه على مصباحه حرر شعاعه قيود الفكره الماسوره مثل يوسف يوم حرر قدسنا برماحه واقبلت كنا شجيع الناوي له ثوره سارين يرتد حكم ابوها من ذباحه واستعاد حدود سوره واسترد قصوره وعبرت بغايتي بحر الخيال سباحه لين قمت احدد الرسمه بلا طبشوره ترديب الشعر يقدر يرسم المسباحه سولفوا لي عن كفاح الازبر الاسطوره وجنبوني كل شيء له صله في الراحه الطموح وعنفوانه والزمان وجوره تجبر الشاعر يثور ما بقى في سلاحه انتشل هالحلم في ليل انتهج طيوره وقبل الصبح تبسم في وجه سراحه وشاف فيها الشعر مطلب ذايقت جمهوره ولاحظ بعينه ما يملا وسعينا الساحه يا طموحه فرد افكاره ومكن زوره القفر لكثره وعسوسه تعافى افياحه وجنبه عن كل حاجه قد تمس شعوره العزيز وعزته مثل الملك وشاحه كيف تبغاه يتخلى عن لباس غروره وهو من عاده فزر ما يقبل التنجاح صحة ابدانكم جميعا الله يصحى ابدانكم جميعا مبدع مبدع ما شاء الله وحنا طول عمرك في الشعر ودنا نشارككم علشان تدرون من بالابداع ان فيه ابداع في المتساويين وكذلك مع الضيوف بالله ودنا اللي هو الشباب يشاركونا كل ودنا انك تسمعنا دويحس ابو دويحس بيك الله يلبك جعل ربي يطول عمرك هذا من كثر ابداع محسن جعل ربي يطول عمره اطلقنا عليه لقب النابغه ما يستاهل معلش جوج ابو معدي ليا والله كل واحد منكم مبدع في مجال لكن الرجال ما شاء الله اليوم فاشل معلش كانك بتقدر تعطيني اللي على اوا حافظها على اوا وش والله ما ادري ايش عديتها مره في سناب القناه تخاوى او حولها كذا هي لك أنا خابركم عدت قصيدة مرة طلبتها منه قلت لا ذي بلا متذوقها بس أبغى قصيدتي اللي عدتها علينا مرة ولا عطنا والله ما هي بحضرتك والله أنا كلها طيب بس أنا شدتني ذيك القصيدة هذيك اللي تذكرتها على خشمي أبو دويحس لكن يقول أنا دنات مشحن خاطري يا حمام الدوح أنا طالب تصفي جناحت وخليني أنا قبل لا أسمع نوحت من الزمن مجروح وأحس بالنوحت من جروحي يبيش فيني وثر من سمع نوحت خطير عليه نوحي جريت في نوحت لقمتي تنوحيني ولا يا رفيقي يوم تنشد عن اخر بوحه بعلمك والعلم من بينك وبيني انا عشت لي 20 عام بطرب ومزوح ما كنت اتوقع غيبته عن طرف عيني وبعد ما كشح برق المفارق وجاله ضوح تناهيت صدري لظلم مليت تشقيني من اول بدايه غيبته والضلوع تفوح وهالحين عمري فوق 29 انا مستحيل انساه لين اندفن واروح مراحل مثل مراحل اللي معنيني اعطيتك علوم يجعل في نشتك مصلوح اذا كان به مصلوح لي لا تخليني سلامتك سلام الله يصح لسانك الله يصح لسانك ويعلي شانك الشباب اللي ودي يسمعنا تراها ابو دويحس من الربع انا فيه شاعر اسمع له وانا من عادني ورع ما ودي اكبره مره في العمر لكن يسمع له
اللي هو مبارك مبارك حلو حلو مبارك معنا تعدي. انا سجين الحفر من المساجين. لك سمعنا سمعنا تبيها ولا تبيونها غيرها؟ الا نبي ذا على كيف نبي القصيده دي. انا والله اني احبها، انا سمعتها بصوت فالح الطوق. ابشر مسي عليها بالخير. صح فالح كان بيكون معنا على طريقه ومسي عليها بخير من هذا المنبر، كان بيكون معنا لكن اعتذر. عتبنا عليه كثير ليش ما جاء؟ عارض صحي وبما احنا ذكرنا ان كانكم توعدون انه بيجي ولا ترى بنزعل عليه. لا لا بيجي. وكذلك مهذل الدوسري مسي عليه بالخير، وكذلك والله نجا له عذر ماس ما جعل ما يشوف شر ان شاء الله. الله الله جعل ما يشوف شر، ربي يوفقه. طيب القصيده اللي طاب شو راح يقول؟ سلام. بالله يا زين الوصايف على وين ودعتني والقلب ما هو براضي، قلبي تقطع من وريد الشرايين والدمع من عيني على الخد فاضي. أنا سجين الحب ضمن المساجين والحب سور المحكمة، وأنت قاضي يحكم علي بالرفق وبجانب اللين وصادق بحكمك بدون اعتراضي. حكم القدر مكتوب ما بين الاثنين، يلا عسى طيفك على البعد عاضي. كنت ارسم احلام الوصل للمحبين واليوم صرت بدنيتي فعل ماضي. ذكراك لا شفت القمر والبساتين او شفت براق المخايل ناضي. قمت اتوجد وجد من ضام هدين عودن بدون عيال والعمر قاضي، ولا وجود اللي يعداها الموالين واصبح على نار القرايب الاضي. وجدي على شوفتك يا داعج العين وجد السجين شوف خضر الفياضي. سلامتك. هلا ثاني صح لسانك ويعلي شانك. وحنا نراجع لكم من متسابقين بس ودي اسال فايز في الابيات اللي فيها ابيات لك ما شاء الله واصلها مليونيه، اللي تقول العناق زعلت الرقيب او النقيب ورقيبه.